سؤال متكرر كتير جدا وبيجيلي، انا مش عارف افكر او مش عارف امسك الفكره اللي انا بفكر فيها، مش عارف اصيغها واكتبها، ومش عارف اوصل لمرحله ان انا هنفذها. وانا عارف كويس جدا انه مرحله انك توصل لفكره وتكتبها وتكون قابله للتنفيذ، وان التيم اللي قاعد بيسمع الفكره دي يقول لك الله ده شويه مش سهل قوي. في ناس عندها الملكه، ربنا مديهم موهبه التفكير او موهبه ان يقدر يوصل للفكره، وفي ناس بتبدا بس يعني بتوصل للفكره بس مش عارفه ازاي تحطها جوه الفريم الصح بتاعها او جوه الشكل المظبوط بتاعها. ففي الفيديو ده هحاول بقدر الامكان اوصلك لفكره انك ازاي تفكر وازاي تعمل فكره كويسه او لايقه على الشغل اللي انت بتعمله. اول حاجه مهمه جدا لازم تعملها هي التغذيه البصريه. المقصود ايه بالتغذيه البصريه؟ انك تتفرج كتير، تتفرج كتير على اعلانات كتير، على افكار كتير، على قرايات كتير. يعني لازم يكون عندك قرايات كتير. ليه؟ لانك لما بتتفرج كتير وبتشوف كتير وبتقرا كتير بيحصل عندك مخزون في فكرك او في عقلك لمجموعه كبيره جدا من الافكار او مجموعه كبيره جدا من الحكايات. فلما بيجي لك شغل او بيجي لك تاسك معين انك لازم تفكر في حاجه معينه، انت اساسا بيبقى تقريبا دماغك مليانه افكار، فمن كتر اللي انت اتفرجت عليه فبقى عندك مخزون كبير جدا من الافكار، وبقى عندك يعني زي كده بتعمل حياتك كده فريش كده، بتشوف الجديد، بتشوف الابديت اللي بيحصل بره. فده هيفرق معاك جدا في التفكير. فرقم واحد اتفرج كتير جدا جدا جدا، وبصراحة اتفرج على الاجانب، لانه مع كل الاحترام وكل التقدير لكل الناس الكرياتيف اللي في مصر، هو كل الناس بتاخد الافكار من بره. يعني مفيش حد عنده فكرة خالصة بتاعته، الطريقة من بره، الاسلوب من بره، التناول من بره. ليه؟ خلينا صراحة، بره عندهم مجال الابداع، بره اللي اقصد البلاد اللي هم الاجانب، يعني عندهم مساحه الابداع اكبر شويه، عندهم حريه الابداع اكبر شويه. طبعا الامور اللي هي زي الدين والجنس وغيره بيستغلوها في الدعايه بشكل كبير جدا. احنا ما عندناش العنصرين دول، مش متوفرين قوي في الدعايه بتاعتنا او في الافكار او في طرح الافكار. عشان كده هم عندهم مساحه الحريه دي اكبر شويه، ولكن عندهم تناول للافكار بطريقه فيها ابتكار اكتر. وعشان كده هتلاقي ان الكرياتيفز اللي في مصر بيعتمدوا في جزء كبير من شغلهم على الخواجة او على الشخص اللي بيتفرجوا عليه بره. فالتغذية البصرية مهمة جدا. ايه تاني مهم؟ المهم انك الاول تبقى تكون محدد هدفك. هي الفكرة دي هدفها ايه؟ عايز توصل للناس ايه؟ عايز بعد ما خلص عرض الفكرة دي الناس يوصل لها ايه؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده تحديدا، صدقني الفكرة هتبقى تحفة وهتفرق جدا مع الناس. هل الفكرة لازم تبقى جديدة؟ يعني لازم تبقى حاجة جديدة ما حصلتش في الكون؟ بصوا، مفيش حاجة اسمها فكرة جديدة. معظم الافكار جاية من افكار قبل كده، او وليدة افكار قبل كده، او تطوير لافكار قبل كده. نادرا لما بيبقى فيه فكرة جديدة فعلا، ده مش كتير موجود، ويمكن يكون حتى الجديدة هي جديدة في التناول. وعشان كده خلي دايما اللي يشغل دماغك ان الفكرة حتى لو مش جديدة تبقى متميزة، تبقى فيها تناول متميز، يبقى فيها طرح متميز ومختلف. لكن جديدة هترهق دماغك وترهق تفكيرك، ومش هتوصل للفكرة الجديدة، لأنك بعد ما هتفكر هتلاقي الجملة السخيفة جدا. طبعا ما حد تقول له أنا فكرت في كذا، يقول لك أنا كنت فكرت فيه قبل كده. أو بالذات المديرين اللي عندهم أمراض نفسية، اللي هو تلاقي مدير كده عنده مشكلة نفسية، اللي تقول له أنا فكرت هعمل كذا، يقول لك ما أنا فكرت فيه قبل كده، ما أنا جبتها قبل كده. لأنه 90% فعلا الناس ممكن تكون فكرت قبل كده، بس ما فكرتش في التناول اللي أنت فكرت فيه. ونقطة برضو مهمة، انت عايز بالفكرة دي تخاطب ايه عند الناس، او تخاطب انهي حاسة عند الناس، عشان لما يتفرج عليا يتأثر ويبدأ يقرر انه هيجرب او هيتفرج على الحاجة اللي انا بعتها له من خلال الاعلان او من خلال البرومو او من خلال تقرير، ايا كان، هو كله فكرة. مهم جدا البيئة المناسبة حواليك او البيئة اللي حواليك. ما تتخيلش انك هتوصل لفكرة وانت قاعد في مكتب مقفول وقدامك الشاي والمج والقهوة فانت كده بتفكر. لا، الفكرة ممكن تجيلك في الحمام. عايز اقول ان الناس كتير جدا اعرفها في حياتي بيفكروا في الحمام، دي بجد مش مبالغة، والله مش بهزر، بجد بيفكر في المواصلات، بيفكر هو راكب عربيته، بيفكر وهو بيتمشى على رجله. مش لازم الفكرة تبقى في المكان او الكيان اللي انت قاعد فيه في شغلك. يعني ما ينفعش اقول لك ايه
اصل انا شغال كرييتيف في شركه كذا، فهروح الصبح عشان افكر. مش اسمها كده، مش اسمها كده. الكرييتيف ده بيفكر في اي حته، بيفكر في اي مكان. فالافكار ملهاش مكان، بس حاول تخلق البيئه المناسبه اللي انت بتحب تعيش فيها عشان تعرف تفكر. ومن الحاجات المهمه برضو البساطه. يعني ايه بساطه؟ ما تبقاش مكلكع. يعني مش عشان خاطر اوصل لك فكره اقعد الف لك في تفاصيل من تفاصيل من حكايات من لفه من كده. لا، ليه ليه؟ ممكن تبقى فكره بسيطه جدا ومباشره جدا وقويه جدا. يعني انا مثلا بعمل فكره وبعرضها، ففي 10 اتفرجوا، مش عايز اقعد مع ال10 اشرح لهم الفكره، لا، مجرد ما يشوفوا الفكره فهموها. خليك بسيط. كل ما تبقى بسيط كل ما يبقى شغلك احلى واشيك واكتر تلامس مع الناس، يعني بيوصل اسرع للناس، مش محتاج كلاكيع. فك الكلكع. من الحاجات المهمه برضو ازاي اكتب الفكره. هي دي بقى مرحله الصعوبه اللي ممكن تكون بتواجهها. ممكن يكون عندك افكار بس والتزمت بكل اللي انا قلته ده. لو التزمت بكل اللي انا قلته ده اللي هو فكره ان تبقى فكره الهدف بتاعها واضح، فكره سهله التنفيذ او عندها قابليه التنفيذ، الفكره تكون متميزه وفي التناول بتاعها مختلف، صدقني هتكتبها عدل. طيب الكتابه ليه دايما لما بتقابل الناس العمليين اللي بيشتغلوا بجد يقول لك اكتب؟ يعني ما تقوليش بالبق، يعني ما تقوليش انا عندي فكره فاقول لك ايه الفكره تقعد تشرحها لي. لا لا، ليه الكتابه مهمه؟ الكتابه 80% من تنفيذ الفكره. لو انت كتبت ده معناه انك عملت 80% من الفكره، وبالتالي بعد ما بتكتب انت شخصيا بتحس ان انت بعد ما انت كتبته وقريت ممكن تحس ان اللي انت كاتبه ده مش اقوى حاجه، ممكن تحس ان اللي انت كاتبه ده محتاج يزيد حتتين كمان، يزيد عليه حاجه كمان هيبقى افضل. فلازم تكتب الفكره، لازم تتعود تكتب الفكره. وحتى لو كتبتها اول مره مش حلو، ما عبرتش قوي عن اللي في دماغك، هتكتبها تاني، هتكتبها تالت، تكتبها رابع، لحد ما تلاقي نفسك وصلت لمرحله ان اللي انت بتفكر فيه قادر تكتبه على ورق. الفكره هي اللي هتبيع لك كل حاجه، الفكره هي اللي هتصنع كل حاجه، هي اللي هتبني عليها بعد كده كل حاجه. شكرا ليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي حاجه مش واضحه قوي في الفيديو اكتب لي في الكومنتس، محتاج تفهم ايه اكتر وانا تحت امركم.